السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين. الشباب عماد الثورة، هذا هو شعار جمعة اليوم. مسيرات شعبية في هذه الجمعة إذن للتنديد بالانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الشرعية. هذا الشباب الذي دفع فاتورة مرتفعة جدا في الأحداث التي شهدتها مصر منذ أكثر من شهرين. على الميدان تشهد شوارع العديد من المحافظات المصرية مسيرات حاشدة، حيث شهدت محافظة الفيوم خروج الآلاف عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد الشبان المسلمين، كما قام رجال الأمن بتفرقة مسيرة القائد إبراهيم بقنابل الغاز بمحيط شارع القائد إبراهيم بالأسكندرية، كما تعرض عدد من البلطجية لمسيرة رافضي الانقلاب بشارع 45 بسيدي بشر. أخبار أخرى أعزائي المشاهدين، مفادها أن قوات الأمن وعدد من البلطجية يعتدون على مسيرة بمدينة السادات، وأصيب العشرات نتيجة الخرطوش والحجارة، كما تم اعتقال 20 من مؤيدي الشرعية الذين خرجوا في مسيرة من مسجد التقوى بالمنطقة الأولى. هل أنتم مبسوطون بالسلمية والديمقراطية؟ مبسوطين بالصناديق؟ هل صدقتم أخيرا أن هذه الأنظمة لا يمكن التعامل معها إلا بالسيف؟ أنتم تخدعون أنفسكم وتحرثون في البحر وتضللون الناس، وعودة الشرعية بعد كل هذه الدماء لن يعود ولن تعود إلا بحيد السيف، يقول أحد المحللين. هل الصراع على السلطة في مصر سيخلق شريحة جديدة ترى في العمل الإرهابي عملا وطنيا، وترى في تدمير الدولة الحل الوحيد لبنائها، يتساءل محلل آخر. هذه محاور عين على الثورة أعزائي المشاهدين، سنحاول دراستها مع العديد من الضيوف من داخل وخارج مصر. سعيد جدا بتواجد الأستاذ طيب الغلوفي المحلل السياسي إلى جانبي هذه السهرة. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ طيب، أشكرك جزيل الشكر. أستاذ طيب، المستشار السياسي لرئيس المؤقت الأستاذ مصطفى حجازي قال الحرب قدرنا لاستعادة معنى الوطن. والحقيقة هذا كلام دليل أنه هذا الانقلاب ما زال ساديرا في غيه كما يقال. الآن مظاهرات اليوم كما أشرت أخي مهدي، مظاهرات اليوم تقول شيئا واضحا أنه هذا الانقلاب لم ينجح. مظاهرات اليوم الذي رآها وتابعها أكثر من الجمعة التي مضت، والجمعة التي مضت أكثر من التي قبلها، حقيقة ثم تحرك تصاعدي جمعة بعد أخرى، وكل محاولات القمع بالقوة على غرار ما يقول هذا المستشار السياسي، كل محاولات القهر والقمع والقتل والإبادة كلها لم تنفع مع الشباب، مع الشباب الذي ذاق طعم الحرية ولا يريد أن يعود إلى العبودية مرة أخرى. الشباب الذي قام بثورة 25 يناير وفرض الانتخابات والدستور لا يريد أن يعود ليحكمه العسكر من جديد، لا يريد أن يعود عبدا للفساد والاستبداد والقهر. أخي مهدي، المظاهرات التي حصلت اليوم دليل آخر أن الانقلاب في مصر لا يمكن أن يستمر إلا بالقهر، إلا بالدبابة في الشوارع. ولكن إلى متى؟ إلى متى الجيش المصري كله مرابط في شوارع القاهرة وشوارع المدن الأخرى؟ إلى متى تتعطل الحياة في مصر من أجل إنجاح انقلاب فاشل لا مستقبل له؟ إلى متى يقع قطع كل طرقات للوصول إلى القاهرة حتى تمنع المظاهرات المليونية؟ ولكن القاهرة من داخلها، المظاهرات في الإسكندرية حول القائد إبراهيم، في كل المناطق حتى القرى المصرية، الكرداسة، دلجة، كل القرى في الصعيد وفي دلتا مصر كلها تنتفض ضد هذا الانقلاب. أعتقد أن الانقلاب في طريق مسدود، هذا الذي قالته مظاهرة اليوم. هذا الخطاب يمكن أن يواجه بخطاب آخر أستاذ طيب، الذي يقول بأن الحل الأمني قد فرض الآن في مصر، وأن الحياة السياسية قد مضت في مسيرتها الطبيعية، وأن كل ما يقوم به هؤلاء هي بعض التشويش على المؤسسات الدولة، وفي آخر المطاف الحل الأمني قد فرض والإخوان أصبحوا الآن في صفحة من التاريخ. لا، الحل الأمني لم يفرض بعد، الحل الأمني يجرب منذ الانقلاب ولكنه لم يستقر بعد. أكبر دليل استقالة البرادعي، أكبر دليل كمية الكم الهائل من الدماء التي سالت، هذا دليل أن المصريين لم يقبلوا بهذا الانقلاب. حتى عمليات الإخراج التي تمت لما يسمى بثورة 30 يونيو، حتى عملية الإخراج كشفت. الآن أغلب
تقريبا المحللين يقولون أنه ثم فشل اقتصادي فظيع في مصر، أغلب المحللين يقولون الحياة في مصر إلى الآن معطلة، حتى الوسائل النقل مثل المترو في القاهرة في غير الأماكن كلها مقطوعة، الحياة في مصر معطلة. هل هذا دليل نجاح؟ أخي مهدي، هذا دليل فشل، وفشل فظيع. أمس كل الأخبار تناقلت أن حسنين هيكل هذا الذي من الذين وضعوا خطة الانقلاب، قيل أنه الذي كتب بيان الجيش يوم ثلاثة يوم الانقلاب. حسن هيكل عنده يومين التقى بقيادين من الإخوان، هو الذي طلب مقابلتهم. معنى ذلك يريدون الآن الجيش يبحث عن طريق للخروج، يبحث عن طريق لكيفية صح التعبير التخفيف من المعارضة في الشارع التي تتصاعد رغم القمع، رغم القهر، حتى رغم الاتهامات بالإرهاب للمعارضة. المظاهرات ما زالت متواصلة. شكرا أستاذ طيب، سوف أعود إليك. انضم إلينا أعزائي المشاهدين الأستاذ خالد سلكوي، صحفي بمصر. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ خالد. أستاذ خالد، هل كما قال الأستاذ طيب منذ قليل هنالك حلول سياسية يمكن إدراجها الآن في المشهد المصري لوضع حد لهذا النزيف العدواني والتصاعد في العنف واستعماله في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحب حضرتك وبالذات الضيف. في البداية بس أحب أوضح متأزم للغاية، هناك طرفين كل منهم لا يود أن يتنازل للآخر، هناك طرف هو الشعب والآخر هو ممثل فيه الجيش أو السلطة الانقلابية ممثلة في المؤسسة العسكرية التي انقلبت على الشرعية، وبالتالي الشعب لن يتراجع عن خيار، والمؤسسة العسكرية لازالت تعاند في انقلابها على الأراضي الشعبية، وبالتالي الخروج الوحيد من هذا المأزق هو أن يتفق الطرفين، إما أن تتنازل المؤسسة العسكرية من أجل الديمقراطية ومن أجل تلبية أراضي الشعب، أو أن يتراجع الشعب وأن يقف وأن يلتزم بالديكتاتورية، وهذا لن يفعله الشعب مرة أخرى بعد أن ذاق حوالي 25 يناير. أستاذ خالد، عصام العريان في تصريحه الأخير المسجل تكلم وقال بأن هنالك فاشية دموية أصبحت طبيعة هذا النظام الذي يحكم الآن في مصر كما سماها النظام الانقلابي، ألا ترون بأن هذا الكلام يعارض ما يقوله العديد من المصريين، هو أن هذا النظام له كذلك من يؤيده في الشارع المصري؟ يعني في الحقيقة أنا بس أود أن أعرف من الذي يؤيد النظام في الشارع المصري. النظام خدع الشعب بلقطات بتصوير يوم 30 يونيو على أن 30 مليون نزلوا، وقد يعني قالت أجهزة المساحة بأن ميدان التحرير لا يتحمل أزيد من مليون مواطن، فبالتالي أين هم مؤيدو الانقلابيين في الشارع؟ النهارده عندما نجد الملايين تنزل في جميع ميادين مصر، فكل هذا يؤكد أن هناك رفضا شعبيا من الانقلابيين، وبالتالي كل من يؤيد الانقلابيين هم إما فلول النظام السابق وهو الذي صار عليهم الشعب، وليس يعني اليوم نقول أن فلول النظام السابق هي ممثلة للشعب، لأن الشعب لفظهم من قبل في ثورة 25 يناير. فما ينفعش تيجي تقول لي ان النهارده ان فلول النظام السابق واعاده نظام مبارك هذا تلبيه لاراده الشعب، حتى ان اختلف بعض فئات الشعب مع الشرعيه لرئيس مصر. لكن كيف تفسرون استاذ خالد دعوه الائمه في صلاه في خطبه الجمعه اليوم الذين طلبوا من الشعب عدم التعرض للجيش والشرطه ولرجالاتها؟ يعني هذه دعوه خائبه من علماء السلطان، وانا بحدثكم حضراتكم مره من قبل عن علماء السلطان، وقلت لك ان هناك في للاسف نسبه كبيره من الائمه في الاوقاف هم تابعين لاجهزه الامن، وهم يعملون حسب توجيهات اجهزه الامن لهم. اما من يدعون من يتهجم على الجيش، فظهر للجميع ان الجيش والسلطه الامنيه ووزاره الداخليه وعلى راسهم البلطجيه هم الذين يتعاضون بالشعب، وبالتالي وجدنا ما حدث في كرداسة عندما قامت بالأمس أجهزة الشرطة فجرا باقتحام كرداسة وكانت تقتل وتعتقل الآلاف من أبناء مركز كرداسة وهم مسالمون تماما، لم تظهر لقطة، لم شفناش لقطة فيديو واحدة لمواطن يسكن في كرداسة يحمل سلاحا، وهم خرجوا في وسائل الإعلام قالوا أنهم كانوا يقاومونهم بالسلاح، وهذا ورغم انهم معهم جميع الفضائيات كانت تصور، معهم جميع الكاميرات تصور منذ الاقتحام، فليس من المعقول ان يكون معهم كل هذه الامكانيات من وسائل الاعلام تصور معهم ما يحدث ويخرج وليس لديه مقطع ولو نصف دقيقه واحده تثبت انه يحمل سلاح.
لكن المعلومات التي في حوزتنا أستاذ خالد تفيد بأن النائب العام أمر بحبس 76 متهما ضبطوا في كرداسة بتهمة البلطجة واستعمال العنف. الذي البلطجه هي الاجهزه الامنيه، الاجهزه الامنيه اليوم تنشر البلطجيه في الشارع، انت تسيب في شوارع مصر في كل شارع تجد بلطجي يسيطر على الشارع، وبالتالي الاجهزه الامنيه في كل شارع المصري اما البلطجه او اما ان تضرب بحل تدريجي، وبالتالي الشارع المصري يلفظ هذا الكلام، والشارع المصري مصر على استكمال صوته، مصر على ان تتراجع المؤسسه العسكريه الى سكنتها مره اخرى، مصر على ان تخرج المؤسسه العسكريه بره الحاله السياسيه، مصر على الا يعود عبيدا مره اخرى عند اجهزه الامن، وبالتالي الاجهزه الامن عندما توجه المواطنين او النائب العام يحول مجموعه ما بالامس حول مجموعه اخرى من المواطنين في بتهم في العام نائب ملاكي اتى به السيسي لكي يحول محاكمات حجم يوم. أستاذ خالد ما هي قراءتكم، تكلمتم عن كرداسة، ما هي قراءتكم لمقتل اللواء نبيل فراج؟ كل العالم رأى تلك الصور التي أدهشتنا ونحن في حيرة من أمرنا، ما هي قراءتكم لهذا القتل وهنالك تواجد عسكري مكثف حول هذا الشخص؟ في الحقيقة الطب الشرعي بالأمس أصدر تصريحا صحفيا على قناة سي بي سي وأصدر بيانا رسميا نشاطه اليوم السابع وقامت بحث في مره اخرى بانه مات اسرى طلقه تحت ابطيه جاءت من وبالتالي كان من خلفه هم القوات الامنيه وبالتالي القوات الامنيه هي اما ان تكون طلقه طائشه جاءت فيه او اما ان تكون مقصوده الله اعلم. نحن نقول ان التقرير الطبي الشرعي قال بالحرف الواحد بان الطلقه التي اصابته جاءت من تحت ابطيه وجاءت من ماسوره تبعد عنه ما لا يزيد عن متر وجاءت من خلفه وليس جاءت من امامه، وبالتالي هنا كل الشكوك تصور حول ان الطلقه جاءت من ناحيه الاجهزه الامنيه. استاذ خالد ممكن انتم سوف تشرحون لنا المشهد، لكن الصوره التي حيرتنا كذلك هو تواجد ذلك الشخص بالزي المدني وهو لابس شبشب كما تقولوا في مصر البشماق وحامل في يده رشاشا وكان الى جانب لواء نبيل فراج. يعني في الحقيقة المشهد ملتبس لأن الوضع الإعلامي كان معتم تماما داخل مدينة كرداسة، ولكن حسب أنا زي ما ذكرت حضرتك حسب تصريح الطب الشرعي بأن الطلقة لم تأتي إلا من سلاح عيار 9 ملي ميري وجاءت من ماسورة أو فوهة بندقية لا تبعد أكثر من متر عن الطلقة التي أطلقت. شكرا خالد السلكاوي صحفي كنت معنا من مصر، أشكرك جزيل الشكر على التدخل. أستاذ طيب الأستاذ خالد يتكلم على أن الشارع المصري لا زال ينبض ولا زال يدق بتلك القوة التي كانت قد خرجت من ربع العدوية ومن ميدان النهضة ومن كل الميادين المصرية، هل تظنون أن الشارع المصري سوف يرجع إلى بيته بعد شهر أو شهرين بعد الدخول الاجتماعي في مصر وسوف تعود المياه إلى مجاريها وسوف يدخل النظام والتيار الإسلامي في عراك سياسي كما تكلمتم لإيجاد حل سياسي للأزمة المصرية؟ لا هو كان يمكن لمعارضي الانقلاب أن يفشلوا من الأيام الشهور من الأيام الأولى من الأسابيع الأولى. ليش؟ لأنه كان في الأول ثم حديث عن ثورة عن ملايين المصريين، قالوا حتى 30 مليون مصري أول مرة في التاريخ المصري، هكذا صوروا أول مرة في التاريخ المصري ينزلون إلى الشوارع، هذه ثورة غير مسبوقة. كل هذا البهرج الذي تم لم يثني معارضي الانقلاب المدافعين عن الشرعية، لأنهم كانوا على يقين أن هذه ثورة كما يقال بالإنجليزي فيكد، هي كلها مصطنعة، هي كلها مصطنعة، هي ثورة تقوم بها الشرطة والبلطجية، هل هذه تحسب ثورة؟ هذه ليست ثورة، هذه ثورة مضادة. لكن في آخر المطاف أستاذ طيب أستسمحك وأقاطعك، في آخر المطاف الشرطة والجيش والبلطجية هم مصريون كذلك، لكن حقنا للدماء، ألا تظنون بأن هذا المشهد قد طال وهنالك تصاعد في العنف؟ رأينا البارحة اغتيال لرائد نبيل فراج، ممكن هذه بداية لقائمة طويلة للاغتيالات السياسية والأمنية في مصر. لا، المظاهرات كل العالم يشهد أن المظاهرات الآن في مصر مظاهرات سلمية يقوم بها المواطنون سلميا، وأكبر دليل أنه كل محاولات السيسي ونظامه منذ اليوم الأول وهو يحاول أن يقول أن الإخوان حركة إرهابية، أكبر دليل قال دعا في الأول قال
أدعو الإخوان أن يلتحقوا بخريطة الطريق. لما رفض الإخوان والتيارات المؤيدة لهم ماذا قال؟ قال هذه حركة إرهابية وهي معرضة للحل. بعد ذلك قالوا نحن نتفاوض معها من أجل الالتحاق بخريطة الطريق. بعدين قالوا لا، هذه إرهاب، يقومون بعملية إرهابية. فهي كل هذا الإرهاب كما قال الأستاذ ضيفكم خالد من مصر، هو إرهاب يراد أن توصم به المعارضة حتى يقع محاصرتها. أما الحقيقة الذي يقوم بالإرهاب هي السلطة. حرق المساجد هذا إرهاب. لماذا طيب إذا كان الجماهير مع الانقلاب، لماذا يقع محاصرة ميدان التحرير وميدان النهضة بالقوات العسكرية؟ لماذا لا يسمح بالسلميين والمتظاهرين من الإخوان أن يستمروا في الاعتصام في الساحات العامة إذا كانوا مجرد أقلية؟ البلطجية والشرطة هم لا يحسبوا على الشعب المصري. هؤلاء نظام أمني قائم تحكمه الأجهزة الدولة، ولذلك لا يحسب على الثورة. هو ممكن يكون جزء من الدولة، جزء من المؤسسات الأمنية. لا تقوم البلطجية بالتخريب والقتل ونقول هذه ثورة. هذه ليست ثورة. الثورة هو تعبيرها الصندوق. الصندوق كان إلى جانب الدكتور مرسي سواء في الصادق على الدستور أو في انتخابه. أما العسكريون أتوا بانقلاب، أتوا على ظهر الدبابة وما زالوا يستمرون في قمع الشعب. حقيقة الانقلاب يريد أن يقنع الناس أولا أن معه ثورة ولم ينجح، ثانيا قال الإخوان يمارسون الإرهاب، وأعتقد هذا الاتهام إلى زوال لسبب بسيط. الأخ خالد قال لنا أنه الطب الشرعي يقول أنه الرجل قتل من مسافة متر ومن الخلف، معنى ذلك قتلوه الشرطة الذين معه. بمعنى من المعاني ثم محاولة الآن لقتل بعض رجالات الأمن وإلساق التهمة بدا الإخوان مسبقا. أخيرا محلل مصري رأيناه في القنوات التلفزية يقول الآن سيقع سحق الإخوان لأنهم يحضرون لعمليات إرهابية في المدارس. هذا كله تحضير معنوي للشعب المصري من أجل القول أن الإخوان يهددونه في مدارسه أو في رجال شرطته، وهو كلام خاطئ. الإخوان مناضلون سلميون يتواجدون في الشوارع وبصدورهم العارية يواجهون هذا الانقلاب. والانقلاب كما لم ينجح في إيهام الناس أن وراءه الشعب، لن ينجح أيضا في إيهام الناس أن الإخوان تنظيم إرهابي. وأعتقد أن كل المحللين الآن يتساءلون ليس فقط هل الانقلاب نجح أو فشل، هو فشل، ولكن يتحللون كيف السبيل للخروج، كيف يمكن فتح طريق العودة لهؤلاء العسكر المجرمون. شكرا أستاذ طيب. ينضم إلينا أعزائي المشاهدين دكتور أسامة رشدي عضو التحالف الوطني للدعم الشرعية المتواجد الآن في تركيا. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ أسامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك والمشاهدين الكرام. شكرا لك دكتور أسامة. بمقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة البارحة، هل تظنون أن هذه بداية القضاء على العديد من الأسماء الثقيلة في الجهاز العسكري، سوف تطالهم يد الغدر والقتل من أجل تبرير استعمال العنف وتبرير تواجد الإرهاب على الأراضي المصرية؟ طبعا يعني كما ترى حضرتك مثل هذا الحادث، وحادث من الواضح أن هذا اللواء اللي احنا طبعا بنعزي سياساته قد قتل على يد زملائه، يعني سواء كان قصدا أو خطأ، وهذه قضية ينبغي أن تخضع للتحقيق الدقيق، لأن ما أثبته الطب الشرعي من نتائج واتجاه الطلقة التي أصيب بها اللواء تؤكد أن هذه الطلقة جاءته من يعني مسافة قريبة جدا، وأنها كانت من الأسفل إلى الأعلى، والأمر كان الأمر يعني الساحة كانت فارغة تماما ولم يتم القبض على أحد. يعني لو كان أحد استخدم يعني هذا السلاح وهو مسدس 9 ملي من المسدسات التي تستخدمها الشرطة، لو كان طرف آخر هو الذي استخدمه لأمكن الاعتقال والقبض عليه ولأمكن رؤيته ومشاهدته. ولذلك ينبغي أن يكون هناك تحقيق
يعني واضح وشفاف، ولا يعني ولا بأس أن تعترف الداخلية بالخطأ أن هذا اللواء قد قتل على يد زميل له، كما صرح حتى ابنه اليوم قال أن أحد زملاء والده قد أصر له بأن والده قد قتل على يد الداخلية. وبالتالي أهل درجة وأهل كرداتة وعموم الشعب المصري كل تحركاته هي تحركات سلمية، من يريد أن يشيطن هذه التحركات ومن يريد أن يصمها أو يلبسها ثوب العنف أو استخدام القوة هو من يريد أن يجر البلاد للحرب الأهلية، لأن هؤلاء الناس يريدون تبرير المشاهد البربرية التي رأيناها على شاشات التلفزيون والتي تذكرنا باقتحام الصهاينة لمخيمات الفلسطينيين في غزة وفي غيرها. هذه لا يمكن أن تكون مشاهد لحكومة وطنية أو لجيش يعني يعتبر نفسه ملك لهذا الشعب أنه يقتحم قرى ومدن بكاملها ويجتحها بالطائرات وبقوة يعني الإنزال الجوي وبالمدرعات ويرعبون أهلها ويرعبون نسائها وأطفالها بهذه الطريقة. هذه مشاهد تذكرنا بقوات الاحتلال عندما تدخل القرى والبيوت والمدن الآمنة. هذه المشاهد لا ينبغي أن تكون ولا يجب أن تستمر، وهي عار على كل من يمارسها وعار على كل من يرفع سلاحه في وجه الشعب المصري ليرعبه. هذا السلاح الذي يشتريه الشعب المصري من خلال ضرائبه ومن خلال عرقه وتعبه يوجه إلى صدور أبناء الشعب الآن. وبالتالي قلنا قولا واحدا أنه لا نية لأحد في أن يستخدم العنف أو أن يأخذ الصراع السياسي إلى مسار الحرب الأهلية. أما الذين يفعلون ذلك بالطائرات والدبابات وبالهليكوبترات ويرعبون الأهالي والقرى والمدن لإخضاعها وإذلالها وإجبارها على الركون والخضوع للانقلاب ولإرادة الانقلابيين، هؤلاء الناس هم من سيتحملون المسؤولية عما يمكن أن يحدث في مصر. دكتور أسامة، المستشار السياسي للرئيس المؤقت مصطفى حجازي صرح اليوم على صفحته في فيسبوك وقال بأن الحرب قدرنا لاستعادة معنى الوطن، وفي نفس الوقت تشهد مصر عمليات قبض عشوائي، تراجع رهيب للحريات، هذه الخطوط الحمراء التي لم تقف عائقا أمام النظام الانقلابي كما تسمونه. هل استعمال كلمة الحرب هي منزلق خطير جديد في المشهد المصري؟ سوف نرى مشهدا يتراجع وتتراجع فيه الحريات وتخرج فيه الدبابات أكثر وأكثر في الشارع المصري. بالتأكيد الدكتور مصطفى حجازي يدق طبول الحرب، لأنه أتى على ظهر دبابة، لم يأتي عبر آلية انتخابية أو عن طريق مشروعية سياسية، هو جاء كالقرصان يمتقي دبابة ويريد أن يخضع الشعب بالقوة. وكلما تمرد الشعب وقاوم الشعب الخضوع لمنطق القراصنة كلما أمعنوا في استخدام القوة والقهر والإرهاب والإذلال فهي حرب بالنسبة له. أما بالنسبة لهذا الشعب الذي اغتصبت شرعيته والذي اغتصب رئيسه والذي فتحت السجون أمام منتخبيه وقياداته السياسية، فهذا شعب يناضل من أجل الحرية، يناضل من أجل دولة القانون، يناضل من أجل حياة سياسية ديمقراطية حضارية وليست حياة مبنية على القرصنة وعلى القتل. فهم إذا استخدموا مصطلح الحرب فهم بالفعل شنوا الحرب على الشعب المصري وعلى المشروعية التي بناها الشعب المصري من خلال آلية انتخابية عبر 5 انتخابات متتالية. وهذه المشروعية هي مشروعية ثورة 25 يناير. فإذا تكلم مصطفى حجازي عن الحرب فهو يحارب بالفعل ويحاول
أن يستخدم أدوات الحرب والقوة والقتل والتعذيب والسجن لإخضاع إرادة الشعب المصري للانقلاب والانقلابيين، وهو ما فشلوا وسيفشلون به بإذن الله عز وجل. سؤالي الأخير دكتور أسامة من فضلكم، تراجعت الحريات يتجلى كذلك في إسكات العديد من الأصوات والمؤسسات الإعلامية التي كانت قد صفقت للانقلاب على غرار قناة الفراعين مثلا، هل كل من يحيد عن خارطة الطريق للانقلابيين سوف يتم إسكاته في الوقت الراهن في مصر؟ طبعا هذه هي المفارقة الكبرى، أن الانقلاب القائم على القمع والقهر هو معادي للحرية، هو لا يمكن أن يسمح لا بحرية إعلام ولا بحرية صحافة ولا بحرية تكوين أحزاب سياسية ولا بحرية ممارسة العمل السياسي أو الانتقاد أو المعارضة. هو يريد أن يقمع الجميع، يقمع من يتظاهر في الشارع، ويقمع من يكتب في الصحف، ويقمع من يتكلم عبر شاشات الفضائيات، سواء كان أغلقها بنفسه أو قام بالتشويش عليها بالوسائل الإلكترونية التي استخدموها ضد قناة الجزيرة وضد قناة المغاربية وضد قناة الحوار وضد قناة القدس وضد كل القنوات التي اصطفت الآن في جانب الشعب المصري لدعمه في صراعه الشرعي وفي صراعه مع هؤلاء الانقلابيين. وبالتالي هم يدوسون على كل قيمة ويشوهون كل حقيقة في مقابل أن يرسخوا أقدامهم ويحكموا هذا الشعب بالحديد وبالنار. ولكن كما ترى يا أخي وكل المشاهدين الكرام في العالم كله يرون أن هذا الشعب المصري منتفض، وأن هذه القرى المصرية التي لم يكن يسمع بها أحد هي الآن تعطيهم الدروس، تلو الدروس في الاستمرارية وفي المقاومة وفي رفض الانقلاب ورفض منطق القرصنة والاستيلاء على السلطة بالقوة. هذا الشعب إن شاء الله سيمرغ أنوف هؤلاء الناس في التراب، وسيفرض عليهم في النهاية أن ينحازوا وأن يخضعوا لإرادته بإذن الله. دكتور أسامة رشدي عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية، كنت معنا من تركيا، لك مني جزيل الشكر. أعود إليك أستاذ طيب، هل هنالك أمل في حل سياسي بعد كل هذه المشاهد العنف بعد هذا القتل؟ الولايات المتحدة طلبت من عبد الفتاح السيسي عبر سفيرها وطلبت منهم المضي قدما في خارطة الطريق التي حاد عنها قليلا، خاصة بعد تمديد لشهرين متتاليين لحالة الطوارئ في البلاد. هو الحقيقة الموقف الأمريكي هذا موقف يعتبر في نظر الذين يدافعون عن الشرعية والواقفين ضد الانقلاب يعتبر موقف سيء، لسبب بسيط، إنه ما معنى الموافقة ولا دعوة الحكومة المصرية إلى مواصلة أو تطبيق خارطة الطريق؟ معنى ذلك الأمريكان يريدوا أن يقولون نحن ندعم خطط الجيش في الاستيلاء على السلطة وفي إقصاء نتائج الانتخابات الماضية. هذا ما معناها خارطة الطريق هذه جاءت ضد نتائج الانتخابات المصرية السابقة، والتي جاءت بعزل رئيس شرعي منتخب وتنصيب مجلس عسكري وحكومة ورئيس حقيقة بدون صلاحيات، ثم أيضا برئيس بلا شرعية ولا صلاحيات. الخطوة الآن في مصر ليست أين تتجه مصر، الآن الخطوة كيف يمكن إنهاء هذا الانقلاب بأقل الخسائر، لأن الانقلاب الآن أصبح في مأزق. لا يهم دعم الأمريكان ولا غيرهم، المهم هل المصريون راضون عن هذا الانقلاب؟ المصريون تبين منذ أن بدأ هذا الانقلاب في فوق الأرض المصرية، تبين أن الشعب المصري رافض لهذا الانقلاب. حتى الذين كان هناك لجان شعبية تطالب بدعم عبد الفتاح السيسي ليترشح للرئاسة. طيب إذا كان هذا كلام كله أعتقد أنا أنه مفتعل، لسبب بسيط، لأنه الذي يحسم في هذه الدعوات التي بحق السيسي، الذي يحسمها هي صناديق الانتخاب. صناديق الانتخاب، هل هذه السلطة ممن يؤمن بنتائج الانتخابات؟ هل السلطة التي تقتل المعتصمين
وتحارب المتظاهرين وتستهدف الصحفيين، هل السلطة التي تريد أن تحول مصر إلى ثكنة عسكرية، هل ممكن هذه السلطة يمكن أن تعترف بنتائج انتخابات؟ هذا لا يمكن. حتى الإخوان قيل لهم، احنا سمعنا أن الإخوان جاء وقيل لهم أنتم ممكن أن تشاركوا في خريطة الطريق، ولا السلطة الجديدة لا تستهدف مشاركتكم ولا موقعكم، ولكن موقعكم هي النسبة التي أعطيت سابقا للإسلاميين ولقوى المعارضة 20% 15%، بعض النواب في البرلمان. هذا هو المطلب الذي يفهمه الانقلابيون في الحريات والديمقراطية فقط لا أكثر. أما انتخابات شفافة ونزيهة، هذا ليس من مشروع الانقلاب. هل رأيت انقلابا يقوده؟ هل رأيت انقلابا يقوده إلى الديمقراطية؟ الانقلاب منذ أول يوم أغلق القنوات الفضائية المعارضة، منذ أول يوم حاصر المعتصمين في الساحات، هل هذا انقلاب يقود إلى الديمقراطية؟ طبعا مستحيل. ثم أيضا الغريب أنه في مصر الآن لا تعود فقط إلى سنة الخمسينات، مصر تعود إلى أوروبا الثلاثينات، إلى الأنظمة الفاشية مثل في إيطاليا والأنظمة الفاشية في ألمانيا، الزعيم الذي يختصر الأمة كلها، الزعيم الذي تصنع حوله الهامة. أنت رأيت في مصر قالوا له، قالت له صحفية أنا وهبتك نفسي، واحد أخرى قالت يعني الأمة المصرية كلها يعني لم يروا حتى أفضل حتى من النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت فنانة مصرية. هذا كله دليل أن نمط الحكم الذي يبنى الآن في مصر هو نمط الفاشي، هو نمط لا يؤمن لا بالديمقراطية ولا يؤمن بالمشاركة السياسية. أكبر دليل نائب الرئيس البرادعي استقال، خالد داود من جبهة الإنقاذ استقال، بعض زعماء الأحزاب الذين وافقوا والفنانين عبروا عن رفضهم لهذا المنهج الذي يقاد، الذي يصنع الآن نظام فاشي عسكري. المصريون أعتقد أنا المصريون لن يقبلوا به، المصريون الآن يواجهونه في الشوارع ويستمرون في مواجهته. السؤال الآن كم سيدفع المصريون من دمائهم ومن قوتهم حتى يقصوا هذا الانقلاب؟ أن أسأل الله أن طيب يكون الدفع أقل. ماذا تقولون لمن يجيبكم على هذا الطرح ويقول بأنكم تبنون قصورا فوق السحاب، وأن القضية قضية حكومة انتقالية لا غير، وأن الدستور لا زال يكتب الآن في الوقت الحالي، وأن عبد الفتاح السيسي سوف يرجع إلى ثكنته وسوف يعطي مقاليد الحكم للحكومة التي سوف يختارها المصريون؟ أعتقد أنه هذه الأماني، هي هذه الأماني أن السيسي يعود إلى ثكنته. هو لم يعد إلى ثكنته والدولة على رأسها رئيس منتخب، هل يعود إلى ثكنته وعلى الدولة رئيس معين؟ طبعا لا يعود. الذي يعيد السيسي هو الشعب المصري، الشعب المصري. هذه المظاهرات أخي مهدي التي تراها هي التي ستعيد السيسي أو تعيد الجيش المصري إلى ثكنته، ولكنها ستحمل السيسي إلى المحاكمة. هذا هو السبيل الوحيد. حتى لو الجيش قام بسيناريو انتخابات رئاسية أعتقد ستكون مزورة. لكن المصريون لجنة إعادة كتابة الدستور المصرية الذي كان أمينا عاما للجامعات العربية عمرو موسى يقول بأن عبد الفتاح السيسي لو ترشح الآن لفاز في الانتخابات، وهذا رجل مدني يعبر عن صوت المصريين كذلك. هو على كل حال الشيء الثابت أنه هذا عمرو موسى رجل محسوب على النظام القديم، عمرو موسى رجل محسوب على النظام القديم. عبد الفتاح السيسي كان في عهد حسني مبارك رئيس المخابرات الحربية، كان في الأسبوع مرتين يعطي تقرير إلى الرئيس مبارك عن أحوال القوات المسلحة. بمعنى من المعاني الدولة العميقة المصرية هي التي تحكم الآن. النظام الذي القائم الآن في مصر، السيسي وعمرو موسى في الدستور، هؤلاء جزء من النظام القديم، يريدون أن يعيدوا إنتاج هذا النظام القديم لا أكثر ولا أقل. شكرا أستاذ طيب، نأخذ فاصلا قصيرا ثم أعود لك. أعزائي المشاهدين، يمكنكم التدخل بتحاليلكم وأسئلتكم على ضيف الكريم الأستاذ طيب الغلفي بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.
اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين، خطوطنا مفتوحه امامكم للتدخل بارائكم وتحاليلكم حول هذا الموضوع في عين على الثوره مع ضيفي الكريم المحلل السياسي الاستاذ الطيب غلوفي. استاذ الطيب، حدث في الكثير من الدول العربيه مثل هذا المشهد المصري، هنالك انقلابات حدثت في المغرب العربي كذلك، وكان الكثير من رجالات الانقلاب يقولون باننا نحن يجب علينا ان نغير مكان الخوف، يجب على الخوف أن ينتقل إلى الطرف الآخر. وقال أحد آخر، أنا يمكنني أن أضع 3 ملايين من الناس في السجن لأنقذ البلاد. هل هؤلاء الناس الآن الذين يحكمون في مصر يمكنهم الذهاب إلى هذا الحد الخطير من الهمجية والتعسف في تسيير شؤون البلاد؟ هو الحقيقة أخي مهدي، مع الأسف يعني هؤلاء الذين حكموا الآن يحكمون مصر، لما رأينا أنهم قتلوا في يوم واحد 2600 شهيد مصري معتصمين في الساحات، في يوم واحد قتلوا 2600، يعني هؤلاء بمعنى من المعاني أنهم ممكن فعلا أن يدخلوا في مرحلة من الإرهاب ومن القتل على الهوية ومن حتى الاعتقالات العشوائية الكبيرة. ربما يقع هنا الإشارة إلى التجربة مثلا الجزائرية التي حصلت، ولكن حذاري، نحن الآن في قرن غير القرن 21، غير القرن 20. يعني ما كان جائزا أو ما كان ممكنا من 20 سنة مضت لا يمكن أن يكون الآن. أعتقد أن هذا أمر أصبح صعبا جدا لسبب بسيط. أولا، وسائل الاتصال الآن تنوعت وكثرت، فيصبح أي محاولة لقيام بعملية إرهابية مثلا أو عملية قتل لكن كبيرة. لكن الصورة أستاذ طيب، الصورة لم تثني هؤلاء الناس من قتل 2000 شخص في الميادين. أي صحيح، ولكن لا تنسى أخي مهدي، لا تنسى بعد تلك عملية القتل وقع مناقشة في مجلس الأمن حول الموضوع المصري، والمصريين قالوا هذا أمر خطير، نحن أصبحت مصر يعني كما يرونها على جلالة قدرها تناقش قضيتها في مجلس الأمن. معنى ذلك الاستعمال العنف عنده حدود، هذا أولا. ثم أيضا لابد يفهموا أن الشطط يورث الشطط كما يقال، يعني أنت تمشي في توجه أقصى من الإرهاب، أيضا المصريون لن يسكتوا، المصريون تبينوا أنهم لن يسكتوا، لن يعودوا إلى الوراء. أولا، الإمكانيات القديمة التي كانت عند الطغاة سابقا، يقتلون بدون أن يراهم أحد، الآن أصبح غير ممكن. ثانيا، الأمر الثاني أن الصورة ليس فقط هي للخارج، حتى للداخل. الآن هذا الذي يرى الظلم المصري، جارك الذي يراك قتلت مظلوما، لن يبقى ساكتا. ثم هي مثل العدوى، يعني أنت تقتل المصري، هذا عنده أهل وأقارب، وعمليات الاتصال الآن سريعة وقوية، ولذلك حتى العنف أعتقد في هذا الزمن عنده حدود. ولذلك أنا أعطيك مقارنة بسيطة قبل أن تبدأ، في الجزائر مثلا قاموا بعمليات قتل كبيرة أيضا خارج القانون، واختطاف واعتقالات كبيرة، ولكن لم يستعملوا الجانب الإعلامي مثل ما استعمله المصريون لسبب بسيط، لأن المصريون يعرفون أنه الآن العالم مفتوح، حتى يحاولوا تجاوز هذا الانفتاح الموجود الآن حاولوا أن يغطوا بشيء من الإعلام الكاذب، قنوات فضائية كبيرة وصحافة، ورغم ذلك تبين أن كل حملية القتل أصبح الحديث عنها عند كل شارع مصري في كل بيت مصري، حتى القنوات الفضائية التي حاولت أن تشوه الإخوان مرات نجد فيها أصوات تقول مرسي كان اقتصاديا، سياساته الاقتصادية أفضل من الانقلابيين الآن. شكرا. طيب، ندع الفرصة لضيوفنا الكرام عبر الهاتف من مشاهدينا. أبو هناء من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم أبو هناء، تفضل أخي. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك، تفضل. نتكلم. تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نبدأ على الموضوع على مصر. نعم أخي، تفضل. في الحقيقة الإخوان المسلمين فيهم رجال عظماء، فيهم تاريخ أصيل، بس ارتكبوا خطأ. بعض من اليمين الأمريكي يثق في أمريكا من جهة، ما يثقش في الصهاينة، ومن جهة يثق في أمريكا. خطأ كبير
اثنين كل الدعاة عبر العالم والأئمة عبر العالم يتحملوا المسؤولية واش راه يصير في مصر وبعض الدول. ثلاثة لما صارت الأزمة في الجزائر ما وقفوش الإخوة المسلمين، قالوا الجزائريين ما عندهمش تجربة وتسرعوا كل شيء، مش يجب عليهم، أنا ماشي بالإخوان ومشي بالجبهة الإسلامية للعقاب، بينما حبي كرهي للظالمين، للنظام الظالم الظالم الظالم، كرهي ومع المظلومين أمثال الجبهة الإسلامية للعقاب أو الإخوان المسلمين في مصر، هما كل خلاهم يمشوا. مثلا الخليجيين لأن النظام العسكري في مصر عنده كثير منه ضباط نتاعو يميلوا لأمريكا، كما كان في السابق العسكر في العراق هو عسكر يميل لأمريكا، وهما اللي وقعوا الفخة هذيك باش النظام الصدامي يعمل عملية يظلم على الكويتيين باش يوقع في الفخة. الجبهة الإسلامية كذلك أنا معها ظلم ولا مظلومة. شكرا أبو هناء، لقد وصلت الفكرة، سوف أعطي مجالا لضيفي الكريم ليعاقب على تدخلك. أبو جمعة من عنابة، السلام عليكم ورحمة الله. أبو جمعة تفضل أخي. عبد العزيز من المغرب، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا بغيت نتكلم على الشيء اللي في مصر، هذه الحملة الأمنية اللي في مصر. تفضل أخي. هذه الحملة الأمنية هي سلسلة من السلسلات التي تصنعها المخابرات المصرية، مخابرات النظام البائد، نظام مبارك. فهم بدأوا بفبركة إشاعات منذ تولي مرسي الحكم. مثلا فبركة قضية أخوان الدولة، فبركة اتهامات الأزمات الاقتصادية في عهد مرسي كالكهرباء والسولار إلى غير ذلك، وفبركة قضية إفلاس مصر، وفبركة حركة اسمها حركة تمرد وهي من صناعة مخابرات مصرية أيضا، فبركة حشود التي خرجت في 30 يونيو بحيث بيّنوا للعالم مسيرة مؤيدة لمرسي على أنها ضده، وفبركة وجود أسلحة في ميدان رابع العدوية والنهضة، ووجود جثث تحت المنصات، شيء الذي لا يصدقه أي عاقل نظرا للحرارة المفرطة التي كانت في ذلك الأيام وإلا تعفنت الجثث. والآن لجلب الأموال التي تتهاطل عليهم من السعودية والكويت والإمارات، فهم يلجؤون إلى هذه السلسلة بدعوى وجود إرهابيين في كرداسة. فكيف يعقل أن يظهر الإرهاب هكذا فجأة بين عشية وضحاها؟ أخي إن تاريخ الإخوان المسلمين مليء بالسلمية، وإلا لما وصلوا إلى الحكم في 2011. شكرا عبد العزيز. سعيد من فرنسا تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا نقول قلت ديجا في الخطرة الأولانية اللي عيط، قلت تمنيت ربما قلت لو كان يديروا الجامعية هنا في الأوروب باش يجمعوا باش يفوتوا علينا، مستعدين حنايا هذا ما نقدروا نعملوا، مستعدين نقسموا شهرية تاعنا مع خوتنا في مصر، يعني يفوتوا يديروا الجماعية هنا في الأوروب في فرنسا في لاولوند في الألمان في كلش، يفوتوا على الجوامع هكذا. يا كاين بزاف الناس اللي تمنى هذا الشيء هذا، باسكو راهم برا الكوميرس تاعهم حابس، الخدمة تاعهم حابسة، يعني ماذا بينا يعني تمنينا نعاونوا. وقول يعني نقول السيسي، السيسي فمه يهدر يقول بلي مصر أم الدنيا، نقول له مصر لا تكون أم الدنيا بيك نتايا، تكون أم الدنيا بشرفة، تكون أم الدنيا بدكتور مرسي وبخوته هذو اللي راهم ديتهم الحبس، ولا بيك نتايا ما تكونش أم الدنيا. مازال يعني شوف وين وصلتها، شوف وين وصلت المصريين الشرفاء، شوف وين وصلت البلاد، شوف وين وصلت العالم بإسرية أمة إسلامية حزنتها، راهي محزونة بك نتايا. شكرا سي سعيد قد وصلت الفكرة، شكرا جزيلا. أحمد من الجزائر تفضل أخي. فقدنا أستاذ طيب أبو هنا، يقول بأن هنالك
خطاب ازدواجي لدى الإخوان، هم مع الولايات المتحدة لكنهم ضد إسرائيل. أخونا عبد العزيز من المغرب تحدث عن فبركة أخوانة الشعب، فبركة الأزمات، فبركة تواجد الأسلحة والجثث المتعفنة في ربع العدوية وهذا السياسة الخبيثة للنظام. والسي سعيد من فرنسا قال بلي العرب الآن هم على استعداد لكي يعطوا نصف شهريتهم لإخوانهم في مصر. هو الحقيقة الأخ اللي من فرنسا اللي تحدث أخيرا حقيقة ربما هو يختصر يعني موقف الشارع العربي كله والإسلامي من الذي يجري في مصر. يعني شوف الناس مستعدة تعطي رواتبها، مستعدة تقف حتى توقف هذا الانقلاب الدموي الذي حقيقة ممكن أن يرجع العرب يعني سنوات عديدة إلى الوراء ويرجعهم إلى حكم العسكر، إلى القتل، إلى الإرهاب، إرهاب الدولة، يرجعهم إلى سنوات كان فيها الزعيم مثل الإله يعبد. هذا كل المواطن العربي في المغرب، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، كلهم يرون أن هذا الذي جرى في مصر حقيقة تأثيره على كل العرب وتأثيره سيكون سلبيا ومدمرا، ومصر عوض أن تكون في مقدمة العرب في طريق الديمقراطية، في طريق الحريات، في طريق الإسلام الذي يتصالح مع الحداثة في العالم الآن، يصبح يتحول مصر إلى نمط للحكم العسكر، للانقلاب، للدموية. ولذلك كل العرب الآن، كل المسلمون يعني كل المسلمين ينتظرون كيف يمكن نعين الشعب المصري حتى يقع إيقاف هؤلاء الانقلابيون القتلة. الأخ الذي تكلم من الجزائر حول الإخوان، يعني هذا موضوع سياسي شائك ربما لا ينفع فيه التحليل، هو هل الإخوان يعني كيف يحاربون إسرائيل ثم يكونون مع أمريكا؟ يعني لم يثبت أن الإخوان مع أمريكا، أمريكا ساندت هذا الانقلاب. الخبراء قالوا، أحد مستشاري ميرسي قال جاءتنا آن باترسون هذه السفيرة الأمريكية في القاهرة وقالت حاولوا أن تقبلوا أن يكون البرادعي رئيس للحكومة بصلاحية كاملة وميرسي يكون مجرد رئيس شرفي إن صح التعبير. فميرسي قال لها بالمصري على جثتي over my body، يعني يستحيل. فهي لما خرجت قال للمستشار هذا، قالت لنا هذا رقمي ربما تحتاج تتصل بي لما تكون في السجن أو شيء من القبيل. يعني فهو نوع من التهديد. الولايات المتحدة كانت تعرض على ميرسي أن فعلا إما يستقيل أو يعطي صلاحياته، لأنه سبب بسيط أنه الإخوان يعني مواجهتهم للقوى الدولية هذه مسألة قديمة عندهم وثابتة في منهجهم. يعني أنا لست ناطقا باسمهم، ولكن الإخوان دائما كانوا تيار مصري ومدرسة مصرية كبيرة، لا هي موالية لا للولايات المتحدة ولا موالية لروسيا. زمن عبد الناصر حاربوا عبد الناصر وكان عبد الناصر اشتراكيا وولائه للسوفيت، وحاربوا السادات وحسني مبارك وكان مبارك ولائه للولايات المتحدة. بمعنى من المعاني تاريخيا الإخوان كانوا تقريبا التيار المصري المستقل والذي يمثل مدرسة كبيرة في موضوع طبعا التدين. طيب صالح من لندن، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخي دفن، بارك الله فيك. تحية لك أخي عبد الغني ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي قناة المغربية في جميع بقاع العالم. حياك الله أخي، تفضل. وأحيي الإخوة المصريين. يا أخي إحنا على كل حال إحنا ضربنا القاهرة في أحداث القاهرة يوم ضربوا الفريق الجزائري، وأنا كنت مصور أحداث القاهرة، يعني شفنا المعاناة. يعني المصريين مع الشرفاء كاينين بزاف، لكن كاين فيهم العملاء كما احنا تاريخيا كما سمعنا، واحداث القاهره وصرع يعني امور يعني شفناها. في ملاحظه فقط يعني الاخ يعني ربما نسى يذكرها، ان الان يعني وسائل الاتصالات متاحه، في التويتر، في يعني كل شيء، يعني الفيسبوك، اليوتيوب. فالاخوه المصريين يمكنهم انهم يوصلوا رسالتهم بسهوله. تحدث عن الجزائر، يعني صراحه ذاك الوقت ربما ما كانش عندنا اتصالات، ما كانش التويتر، ما فيش الفيسبوك وشيء اخر يعني فقط. شكرا اخ صالح، بارك الله فيك على التدخل. محمد من الجزائر، تفضل اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ لاباس، بارك الله فيك، تفضل اخي. اخويا ما الحكام الظالمون ولا الطغاة كما سموهم كانوا يحوسوا على حاجة باش يأسوا كما الاستعمار تاعهم للوطن اللي يحكموا فيه، وصابوا كلمة إرهاب واتخذوا من الإرهاب ذريعة، وهذا لقتل
أو القضاء على فصيل معين، خاصة إذا كان هذا الفصيل معارض وذو شعبية. وفي الدول العربية كما نعلم لا يوجد إلا فصيل الإخوان أو حزب الذي الإسلامي الذي هو معارض وكفر لأن يكون معارض. وما يجري في مصر فهذا يمشي فيما يريدونه. وكما نرى يقول بأن هناك لواء قتل، هل يعقل أن يقتل لواء ولا يقتل مجند؟ هل يعقل أن يقتل لواء ولا يقتل أي ضابط؟ هل يعقل أن يقتل لواء ولا يقتل أي إرهابي كما يقولون؟ أين هي صور الإرهاب إذا كان هناك إرهاب؟ فهذه عملية واضحة، وأرى بأن السيسي يريد أن يقتل مليون أو 2 مليون أو 3 أو 4، وهذا حتى يدعم شرعيته أو شرعية الجيش أو شرعية الانقلاب. وما أود أن أختم به وهو أن على الشعب المصري أن ينتفض وأن لا يستسلم. وشكرا والسلام. شكرا جزيلا محمد. محمد كذلك من طنجة بالمغرب، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أخي. عدت مجهودات يسمى من مجهود كبير باش نتصل بكم توما ولا بالجزيرة ولا بالحوار، يعني القنوة الشريفة. أهلا وسهلا بك. قلت لك يعني غنعاود اللي كيعاود سير اللي كيقول أي واحد شريف. احنا كنتمنوا الشعب المصري يبقى في الشوارع ويناضل ويصبر ويعمل مجهودات كثيره، فهمتي؟ ونتمنى الله سبحانه وتعالى يصبروا ويشجعهم، وحنا كنشجعوهم قلبنا معاهم ما كنعسوش ليلا ونهارا، كنباتوا مع التلفازه والمغرب كامل معاهم، وكنظن وقيلا الشعوب الحره كامله معاهم كتسمعهم، وكنتمنوا لهم النصر ان شاء الله. وكنشكر الضيوف ديالك اللي كيجيو الشرفاء وكيفرحونا كنسمعوا هاد يعني الاراء ديالهم وكيشجعونا. حنا المهم كنعسوا ما كناكلوا ما كنشربوا، حنا كنتمنوا لهم النصر ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا جزيلا محمد. احمد من الجزائر تفضل اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخي محمد. انا فقدنا احمد. استاذ طيب، الشارع العربي الآن أصبح كل أحاسيسه مع الشعب المصري، كيف يمكننا أن نجسد على أرض الواقع هذا التلاحم الذي يشهده العالم العربي بعد الأزمة المصرية؟ هو الحقيقة فعلا يعني حتى من الاتصالات الهاتفية كل الناس يعني هذا التعاطف مع الثورة المصرية ومع المتظاهرين ضد الانقلاب تقريبا عبر الحدود. انت شفت تجد متصل من الجزائر تقريبا يقول نفس الكلمات التي يقولها متصل من طنجة، وربما متصل من ليبيا، من تونس، من كل الدول. طبعا هذا دليل انه اولا هذه الأمة أمة واحدة، وحتى تقريبا القوى الدولية التي قسمت هذه الأمة تتعامل معها على أنها أمة واحدة، ونحن نتعامل طبعا في كثير من الحالات على أننا أقطار متفرقة. الشارع العربي حقيقة واقف بقوة مع الشارع المصري، واقف بقوة ضد هذا الانقلاب. كيف السبيل إلى نصرة الشعب المصري؟ أعتقد هنا الإمكانية ضعيفة، يعني أنت تحكي على دولة يعني وقع عسكرتها، يعني تخوض في عمل عسكري كبير ضد شعبها، كيف يكون المساندة؟ تكون طبعا بالخروج ربما في مظاهرات مساندة، لأنه الوعي بالحرية هذا يمكن أن يحضر حتى نتيجة تعاطفك مع شعب يعني يطالب بحريته. يعني مرات أنت في ربما لم تتوفر شروط مطالبتك بالحرية في المكان الذي أنت فيه، ولكن لما ترى وتتابع شعوب أخرى تنزل إلى الشارع يوميا وتراها تبذل الغالي والرخيص من أجل كسب حريتها، شعور الحرية، شعور طلب الحق هذا ينمو حتى في داخلك. ولذلك الظهور للشوارع والتعبير عن مساندة المصريين هذا أولا يحاصر الانقلابيين. لما تخرج مظاهرات في تونس، في طرابلس، في ليبيا، في الجزائر، في المغرب، هذا كله يجعل الانقلابيين يقولون نحن فليس فقط محاصرون في داخل مصر، نحن محاصرون بالشارع العربي كله. ولذلك الخروج في مظاهرات مساندة للشعب المصري هذا مطلوب في كل شارع عربي، هذا أولا. ثم ثانيا أيضا الاعتبار والوعي والفهم أن قضية الحرية هذه يجب أن تكون قضية كل عربي وكل مسلم. هذه قضية الحرية قضية لا تتجزأ، ليست لقطر دون آخر. إذ ما نعيش كلنا أحرار أو ستفرض علينا العبودية كلنا.
ولذلك أعتقد أنه كلام الأخ أنه كيف يمكن أن نساندهم؟ نريد أن نساند المصريين، يجب أن يكون سؤال لكل حر في الجزائر، في المغرب، في تونس، في اليمن، في السعودية، في كل مكان. سؤال الأخير أستاذ طيب، الربيع العربي كما تسمونه رفع اللثام عن قضية مهمة كما كتبها أحد المحللين، وقال بأن التيارات الإسلامية ليست في الوقت الراهن قادرة على تسيير شؤون بلدانها. هو أخي مات، هذا سؤال مهم. قيل أنه فعلا الإخوان مثلا في مصر يجيدون المعارضة والمظلومية ولا يجيدون الحكم، هذا ربما صحيح. يعني في العام واحد، يعني مثل الإخوان عمرهم 80 سنة، 80 سنة في المعارضة، يعيشون من المعتقل إلى المذبحة ومن المذبحة إلى المعتقل. يعني تريدهم يأتون للحكم فجأة ويعني تنفتح أمامهم الأبواب ويأتون بالعسل للمصريين؟ ليس فجأة. التيار الإسلامي في مصر عنده 50 سنة. أنا قلت لك عنده 80 سنة. نعم. ولكنه في المعارضة عنده 80 سنة. المصر الإخوان تسمى المحظورة. هناك تيارات إسلامية تشارك الحكم في الجزائر مثلا، أي طبعا، لكنها لن تصل إلى الحكم. لا هو الرئيس الجزائري صرح منذ أكثر من 10 سنين بأن التيار الإسلامي لا يمكنه أن يحتلي الحكم في الجزائر. هو قالها لا يمكنه. هل يقصد أنه لا يمكنه نتيجة الانتخابات، أو يقصد لا يمكنه لأننا سنمنعه؟ ثم فرق. إما صناديق الاقتراع كلما تمت تفرز الإسلاميون، هذا ثبت في تونس، في ليبيا، في مصر، في الجزائر، في المغرب، في كل مكان. بل بالعكس، هو هذا الانقلاب الذي حصل في مصر محاولة لإعادة العقارب إلى الوراء، لإرجاع الزمن إلى الخلف، أن الإسلاميون دخلوا للسلطة بالانتخابات، وهذا شرف لهم، شرف لهم أنهم لم يدخلوها بانقلاب، دخلوها بالانتخابات، ويراد إخراجهم بالقوة. على كل حال هذا في مصلحتهم. طيب الآن سؤال، إذا حكموا هل هم قادرون على تطبيق برنامجهم؟ هل يستمرون في الحكم أم تأتي الانتخابات القادمة وتبعدهم؟ هذا السؤال جاء السيسي والمحاولات الأخرى التي تجري في كل الوطن العربي من أجل القول نحن لا ننتظر مدة زمنية حتى ننتظر انتخابات قادمة لنعرف هل الإسلاميون نجحوا أم لا ينجحوا. السيسي وأقرانه وأشباهه في كثير من المنطقة قالوا نحن لا ننتظر ونخرجهم بالقوة، رغم أنهم دخلوا بطرق شرعية. إذن الحكم الآن، الكرة كما يقال في ملعب الانقلابيون، اتركوهم يحكمون وانتظروا هل يزوروا الانتخابات. إذا فشلوا أخي مهدي، وضح لك نقطة في العملية الديمقراطية، عدم تطبيق البرنامج الانتخابي للحزب الفائز جزء من الديمقراطية، لأنه هو كيف يأتي الحزب الذي، كيف يتم التداول على السلطة؟ الذي يأتي يحكم ينتخبه الناس يأتي بأمال. جزء من الديمقراطية أن الذي يأتي منتخبا لا يستطيع أن يطبق برنامجه كاملا. أشكرك أستاذ طيب عقرب سعادة، تداهمنا، انتهى وقت الحصة. أشكركم جزيل الشكر أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة والإصغاء. الاتصالات مفتوحة أمامكم مع زميلي بلقاسم سعدي في الحصة التي سوف تأتي بعد عين على الثورة، حصة أحداث وأصداء، فابقوا معنا في أمان الله. أبقوا على خير.